متابعي قناة هل تعلم، أهلا بكم في كل مكان. في هذا الفيديو سنشاهد أشخاصا أغبياء أثناء عملهم، لذا تابع الفيديو للنهاية. وكالعادة وقبل أن نبدأ، انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. اعتقد العمال ان وضع الاسفلت فوق سكة عربات الترامواي لن يعيق حركة المركبات. سيقضي العامل يومه كاملا في ترتيب هذه الفوضى. كما يقول المثل، حين تلاحق ارنبين في نفس الوقت فلن تمسك باي واحد منهما. استعمال هذه الآلة لا يتطلب دوما توصيلها بالكهرباء. من الواضح أن سائق الرافعة لم يتقاضى أجره منذ فترة طويلة،